عايزين نبدأ الحوار مع حضراتكم من الآخر، يعني خلينا من آخر مباراة للنادي الأهلي مع المريخ. رؤيتك كابتن فتحي للمباراة ديت، وكانت أهميتها إيه بالنسبة للنادي الأهلي بعد مشوار وبعد إنجاز كبير بالفوز بالبرونزية، لكن بيقفل الصفحة وبيبدأ مشوار العشرة يا أهلي. المباراة طبعا دي أنا بعتبرها من أصعب المباريات اللي كانت هتقابل النادي الأهلي. ليه؟ لها أهداف كتير، أو لها تارجت كتير، أو لها نتائج كتيرة، مش نتائج إن أنت 3-0 بس، لأ. هذه المباراة نمرة واحد هي بعد كأس العالم. أي فريق بعد كأس العالم بيجي منتشي، بيجي حاسس بنفسه، اللعيبة فكة شوية، كنت لعيبة، رونالدو كان لعيب، ده بيبقى طبيعي. لا، اللعيبة بتفك، مهما كان المدرب يحاول يلمهم ويقول لهم افصلوا، كانت برضو بتاخد وقت، مظبوط، لأن كمان الوقت قليل. يعني المسافة ما بين المباراة الثلاث، واحنا اخر مباراة لعبناها الخميس والتتويج، فكانت المسافة قريبة جدا، ما تلحقيش، وسفر، ما تلحقيش تلموا الفرقة انها تقول لها تعالي احنا عندنا هدف تاني، هنبدأ المشوار تاني، ده مشوار البطولة دي، وخصوصا نفس البطولة، يعني هم ما فصلوش بدوري، ده بطولة إفريقية، ماتش إفريقي تاني، مظبوط، والماتش ده هيأهلني ان انا ارجع تاني ادور على البطوله دي عشان اصل للتتويج ده، عشان اسافر اليابان. 3 ايام كتيره، فين انا كنت فوق وعملت التوب، وبعدين مطلوب مني ابقى في التوب تاني وابدا من الاول تاني مشوار. ده انا كنادي اهلي. دي نمره واحد. نمره اتنين، الغيابات اللي كانت عندي. هتقول لي الاهلي فيه مجموعه لعيبه، فيه، بس فيه الهيكل الاساسي لما بيغيب منه حد بيؤثر فيه، يعني ممكن أغيب أفراد، لكن في العمود الفقري أو في الهيكل الأساسي بتاع الفرقة يؤثر فيه إن أنا عندي. طيب، دي حاجة. كمان الحاجة التالتة، إنك أنت هتلعبي فريق حافظك كويس قوي، لأن المريخ وجايين ومعسكرين هنا وعارفين وشايفين واتفرجوا على المباراة، مفتوح الأهلي، فإحنا بقينا عارفينهم دلوقتي. والمريخ السوداني برضو الهيستوري والتاريخ بتاعه معانا، كرة السودانية كرة متقدمة، كرة فيها أداء، فيها دايما منافسة مع النادي الأهلي. طب كويس، إذا هذه المباراة بقول ليه صعبة، كانت صعبة جدا، لكن الحمد لله، الحمد لله ان قدرنا نفصل، ودي بتبين على شخصيه لعيبه النادي الاهلي وكفاءه الجهاز الفني والاداري في انهم ازاي يفصلوا اللعيبه من بطوله لبطوله، من مباراه لمباراه. نعم. من ان انا احضره نفسي تاني واشحنه، ونشحن البطاريات، عشان نشحن بطاريات النادي الاهلي استعدادا للانطلاق في مباراه يعني ما اقولش سهله، لكن مباراه باينه في الاول كانت فيها صعوبه، بس كانت عايزه صبر، والصبر برضو مع الناس الكبار ومع الكفاءات الكبيره مع الامكانيات الكبيره بتؤثر علينا، وشفناها، والحمد لله نجحنا ووصلنا ل3 اهداف.